السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنساوناش من لايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. اول خروج لسارة ابو جاد من بعد ما خرج الطليق ديالها بتصريح الله يكون معاها بين في عينيها باللي باكيه. الصراحه ماشي سهل على داكشي اللي داز عليها والدقه اللي جاتها صعيبه بزاف، وخصوصا انها من اقرب الناس ليها. الله يصبرها ويقويها. ها نتوما غادي تسمعوا شنو قالت الفاميله. بغيت نقول لكم شكرا لكم بزاف. راه الواحد شي مرات كيحس بالضعف ملي كيحس بالاتهامات كينزلوا عليه بالتهكمات بالاستفزاز، ولولا الحب ديال الناس اللي دايرين بيا، عائلتي صحاباتي نتوما الفاميله، الناس اللي ماشي من الفاميله برانيين واول مره كيجيو يصيفطوا لي دي ميساج اللي ما كانوش متبعيني، لو كان ما نعرف كيفاش كانت غتكون حالتي. يمكن كنت نقدر ندخل شي ديبرسيون ولا ربي لي عالم كان غادي يكون بحالتي. وكيف ما عارفين انا ماشي ما كاينش غير بوحدي، عندي وليدي قصي اللي ما عنده حتى شي واحد من غيري، ومازال كنرضعو مازال محتاج ليا وحتى انا محتاجه ليه ومحتاجه لراسي ومحتاجه لكم. شكرا على دعواتكم، الله يخطيكم. اكثر دعوه كانت كتفرحني هاد اليومين هي الله يرحم من رباك، حتى نتوما الله يرحم من رباكم على هاد الميساج اللي كتصيفطوا ليا، الله يخطيكم عليا. الله يكون معاها ويقويها. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.